ونمشي ونعملوا الكلمات ما عندناش حق مشاهدي قناة الشرق قناة شوف تي في على المباشر من قلب المجلس البلدي لمدينة المحمدية، اعتداء على مراسل صحفي من طرف مستشار من بعد مشادات كلامية. والآن كما كتلاحظوا معنا مسلسل لأنه شاف واحد يخدم مع الجماعة وكتب الإنعاش طاح على راسه. الآن كيف انتظار وصول ديال سيارة الإسعاف دفعوا وطاح كما كتلاحظوا معنا المشاهدين المتابعين عبر قناه الشاب قناه شوف تي في. شحال من دعوات وقعت ضد الجماعه واللي خسرات ومبالغ ماليه كثيره وفائضه. الدوره ما زالت مستمره في الوقت المراسل الصحفي اللي كما قلنا المشاهدين المتابعين من بعد ما دفعوا طاح على راسه. وعند اليوم شحال من دعوات يوريهم يدوس على الناس اللي حول البلاد يوريهم حين اخرين يدوس لومبيلونس باقا جاي كما كتلاحظوا معنا المشاهدين المتابعين عبر قناه الشرق قناه شوف تي في، المراسل الصحفي في انتظار الوقايه المدنيه توصل لاي المكان، مشيت بالنقل ديالو المستشفى، الوقايه المدنيه وصلت، مشيت تم النقل ديال هاد المراسل لاجل تلقي الاسعافات الاوليه من بعد ما دفعوا مستشار جماعي. الآن وصول الوقاية المدنية مشاهدينا المتابعين من المجلس البلدي لمدينة المحمدية من أجل نقل مراسل صحفي. ما قادرش يوقف مشاهدينا المتابعين انتظار رجوع الوقاية المدنية لعين المكان، ماشي يحاول ينقلوه مباشرة للمستشفى.
خليكم معنا مشاهدينا في البث المباشر. كما كنلاحظوا مشاهدينا متابعينا الروينه وقعت في مجلس بلدي لمدينه المحمديه واعتداء على مراسل صحفي من طرف مستشار اللي دفعوا وطاح ما بقاش غادي ينوض طاح على الراس ديالو. وصول الان الوقائع المدنيه لاي المكان اللي غيتم بعد لحظات النقل ديال هذا المستشار ديال هذا المراسل اللي قبل ما قرب الاعتداء. في الحاله ديال الدفع ديالو هي فاش وقع Thank you.